اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه الدوليه والعربيه، ونبدا بعد الفاصل. الهيئة عنونت عن الفوضى والفساد وانعدام الأمن الغذائي في العراق. نشر موقع الهيئة تقريرا جاء فيه: لا يزال العراق ما بعد الغزو الأمريكي يعيش فوضى أمنية خطيرة، إلى جانب تحديات كبيرة بما في ذلك عدم اليقين السياسي والاقتصادي والفساد المتجذر بجميع الدوائر الحكومية والاضطرابات الاجتماعية بسبب الزيادة غير المسبوقة بمعدلات البطالة والفقر وتآكل البنى التحتية وغياب الخدمات العامة واستمرار تدني مستويات المعيشة، ولا يزال الوضع الإنساني محفوفا بالمخاطر في معظم مناطق البلاد مع استمرار الأسباب المؤدية إلى ذلك كله، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي مؤخرا لأوكرانيا التي أدت هي الأخرى أيضا إلى تباطؤ التنمية وزيادة انعدام الأمن الغذائي. السياسات الطائفية لحكومات الاحتلال المتعاقبة واستفحال أمر الميليشيات الموالية لإيران في العراق إلى أحداث الفوضى وإزهاق الأرواح وانتشار الفساد، ما أدى إلى نسف مقتضيات الحماية الاجتماعية وتفشي الجوع في البلاد ليصبح العراق ضمن الدول الأكثر جوعاً في العالم. وهذا ما أكده برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقريره الذي نشر في تشرين الأول أكتوبر الماضي، والذي صنف العراق بين 7 بلدان اعتبرها الأشد جوعاً حول العالم. ووفق التقرير الأممي فإن 35% من سكان العراق، أي نحو 14 مليون نسمة، يعانون من الجوع الشديد، ما يعكس غياب الحماية الاجتماعية وانعدام المساعدات الطارئة للنازحين واللاجئين وتخريب الممنهج الذي أصاب القطاع الصناعي والزراعي، لا سيما مشاريع العمل للمجتمعات الضعيفة، ما أدى إلى عدم قدرة الناس على الاعتماد على أنفسهم من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاتجاه نحو التفكك الاجتماعي وغياب السلام. إن غياب الخطط الحكومية لمعالجة نقص المياه والتعامل مع أزمة المياه المتفاقمة بشكل سريع خلال العقد الأخير أدى إلى انخفاض معدل نمو الغطاء النباتي عن المستوى الطبيعي، وهو يؤثر على غلات المحاصيل. وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، فبحلول نهاية الموسم سينخفض إنتاج القمح بنسبة 70%، وسيكون إنتاج الشعير ضئيلاً من حيث الحجم. ننتقل إلى راسام، حيث يقول الكاتب حسين صالح السبعاوي في مقال بموقع مركز راسام: دأبت إيران بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003 على تعيين جميع سفرائها في العراق من القياديين في الحرس الثوري، على خلاف السياقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية المعروفة التي يفترض أن تكون وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تعيين السفراء في الدول، وهي المسؤولة كذلك عن العلاقات الخارجية للحكومة. والذي سبق وأن انتقد وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف الحرس الثوري وتدخله في السياسة الخارجية، ويتساءل هنا على حساب الوزارة الكاتب: لماذا تحرص إيران كل الحرص على تعيين سفرائها في العراق من الحرس الثوري الإيراني؟ لو أجرينا نظرة سريعة على الشخصيات الأربع الذين عملوا في العراق كسفراء من 2003 إلى 2022، نجد أن جميعهم من الحرس الثوري حصراً، ولكل شخصية من هؤلاء الأربع دور في تأجيج الصراع الطائفي في العراق وفي دعم الميليشيات المرتبطة بهم، إضافة إلى تجاوزهم لكافة السياقات الدبلوماسية المتفق عليها بين الدول، وتجاوزهم لمهامهم كسفراء كاحترام الدولة التي يقيمون فيها. لكن تجد أحدهم يتصرف وكأنه المندوب السامي وليس سفير لدولة يعمل سفيرها وفق مبدأ احترام سيادة الدول والعمل وفق المصالح المشتركة لكلا الدولتين. ومن الجدير بالذكر أن هناك مؤسسات في إيران مرتبطة مباشرة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، فجميع هؤلاء الضباط الأربع القياديين في الحرس الثوري الإيراني لهم دور كبير في تأسيس وتثبيت النظام السياسي الحالي في العراق المبني على الطائفية، وقد قام كل واحد منهما بدوره الموكل إليه من قبل قيادة الحرس الثوري ونظام ولاية الفقيه في إيران،
وهذا يثبت التخادم الأمريكي والإيراني على العراق، سيما أن تغيير سفير مسجدي في هذا التوقيت الذي تزامن مع تغيير السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر الذي عمل سفيراً منذ عام 2019 لتحل محله السفيرة إلينا رومانوسكي. ننتقل إلى صحيفة الميثاق الوطني، نقرأ مقالاً للكاتبة سارة جميل تقول فيه: تعاني المرأة العراقية منذ عقدين من الزمن من اضطهاد متعمد ملحوظ وسلب لحقوقها في ظل السياسات الحكومية التي تسعى بكل إمكاناتها إلى إبقاء المرأة دمية تتحرك وفق إرادات المتسلطين عليها وفي الأوقات التي يريدونها هم، بسلب إرادتها وممارسة أقسى أنواع الظلم بحقها، حتى أصبحت الكثير من النساء المضطهدات تتوهم أن هذا الاضطهاد والظلم الذي يتعرضن له داخل المجتمع ككل أمر طبيعي جدا وهو حق للرجل، والسكوت على الظلم وعدم الإفصاح عن أنينها وآلامها واجب عليها، والمطالبة بحقها ورفع الظلم عنها قلة أدب وتقليل من شأن المعتدي. هكذا يراد للمرأة أن تكون في مجتمع يمتاز بالسلطة الذكورية غير المنضبطة، يراد لها أن تعيش منكسرة وضعيفة للأبد. ورغم التعاليم الإسلامية التي رفعت من مكانة المرأة، إلا أن نسبة كبيرة من الفتيات في العراق يجبرن على ترك الدراسة والزواج المبكر أو ما يسمى بزواج القاصرات بدون أي ضوابط أو قوانين تحفظ للمرأة حقوقها. ومن هنا تبدأ مراحل معاناة الفتاة القاصر، وبسبب التعنيف الأسري وتزويج القاصرات حصلت حوادث عجيبة وبشعة في مجتمعنا، فبتنا نسمع أن امرأة قتلت أبنائها لإغاظة طليقها أو زوجها. ومع حجم الظلم الذي تتعرض له المرأة في العراق، إلا أنها ما زالت تنتظر منذ عدة سنوات إقرار قانون ينصفها ويعطيها حقوقها ويحد من ظلمها واضطهادها واستغلال فقرها لأغراض حزبية رخيصة، إلا أن السلطات في العراق تصر على المشاركة في ظلم المرأة العراقية بتقاعسها عن تشريع قانون لحماية المرأة. ولعل أفضل ما يمكن أن يقر في القوانين التي تحمي المرأة هو معالجة المعنفين وإدخالهم دورات للتأهيل النفسي والمطالبة بمحاسبة مرتكب الجريمة أياً كان، وعدم التمييز بين الضحية، وضمان عدم الاعتداء على المرأة في حال مطالبتها بحقوقها، وهذا واجب الدولة لو كانت حقيقة توجد دولة. لكن ما يجري في العراق أن الحكومات مشتركة في جريمة اضطهاد المرأة، بل إن اضطهاد المرأة وظلمها أصبح ظاهرة في كل مفاصل الحياة، حتى في العمل والدراسة، بل حتى في مؤسسات الدولة. ننتقل إلى الغارديان، نشر صحيفة الغارديان مقطع فيديو يظهر ضابط مخابرات بصفوف قوات النظام السوري وهو يقدم على إعدام ما لا يقل عن 41 شخصا في حي التضامن بالعاصمة دمشق في العام 2013، وجاء المقطع الصادم هذا الذي حذرت الصحيفة من احتوائه على مشاهد قد تكون مؤلمة، مرفقا بتقرير مطول تماما حول تحقيق أجراه باحثان وينشر في وقت لاحق بإذن الله. ووقع الفيديو هذا الرهيب بين يدي أحد المجندين عن طريق الصدفة، فبحسب الصحيفة نفسها سلمته إحدى الميليشيات التي تقاتل مع نظام بشار الأسد حاسوبا عندما تم تعيينه في إحدى الجبهات المشتعلة في ريف دمشق، بحسب ما جاء في تقرير ذا غارديان الذي عده مارتن شولوف. بعد إنهاء عملية الإعدام الجماعي تلك رميا بالرصاص، سكب مرتكبوها الوقود على الجثث المتراكمة وأضرموا النار بها ضاحكين، مشيرة إلى أنهم كانوا يتسترون حرفياً على جريمة حرب على بعد بضعة أميال فقط عن مقر القيادة السورية. ويعود تاريخ الفيديو إلى 16 أبريل نيسان من عام 2013، ونفذه الفرع 227 من جهاز المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد.
تحكي صحيفة The Guardian كيف سرب الفيديو بداية إلى ناشط معارض في فرنسا، ومنه إلى باحثين أنصار شحود وأوغر وأمي تونغور العاملين في مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة أمستردام، ما شكل مصدر خوف عظيم بالنسبة للمجند الذي ينتمي إلى عائلة بارزة موالية للأسد، وكان ما يزال في الداخل السوري ذلك الحين. يروي تقرير الصحيفة قصة هروب الفيديو من سوريا الأسد إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر، إلى جانب تفاصيل دقيقة عن كيفية التحقيق الذي خاضه الباحثان للوصول إلى هوية مرتكب المجزرة المريعة. نشر موقع Responsible Statecraft الأمريكي مقالاً لأستاذ العلوم السياسية في جامعة نيو مكسيكو إيميل نخلة، تحدث فيه عن تناقضات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بين دعمها لأوكرانيا أمام القوة الروسية بحجة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وبين موقفها المناصر للأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط ككل. وذكر الموقع أن الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت على الشرق الأوسط اقتصادياً وحتى سياسياً، كما أفرزت العديد من التناقضات في كيفية تعامل الرئيس بايدن مع المنطقتين. إن الولايات المتحدة أنفقت في أوكرانيا مليارات الدولارات على أسلحة من جميع الأنواع لمساعدة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الدفاع عن بلاده في معركتها من أجل الديمقراطية والحرية ورفض ديكتاتورية بوتين وحربه اللاإنسانية. وفي تناقض تام، باعت واشنطن أسلحة للديكتاتوريين العرب بمليارات الدولارات على الرغم من سجلهم الفظيع في مجال حقوق الإنسان وقمع الحريات المدنية لشعوبهم. إن إدارة بايدن تبرر دعمها لحرية الاختيار في أوكرانيا والقيم التي تدافع عنها في السياق العالمي للقيم العالمية، لكنها امتنعت في الوقت ذاته لحسابات سياسية عن مد المساعدة لدعم الحريات إلى الشرق الأوسط. ولفت الموقع إلى أن الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن حاول بشدة إقناع أقرب حلفاء واشنطن وأكبر المتلقين للأسلحة الأمريكية في المنطقة بإدانة أعمال بوتين الإرهابية في أوكرانيا علناً وبقوة. وكمكافأة على دعمهم، غضت إدارة بايدن الطرف عن مطالب الشعوب العربية بالعدالة والحرية. ونوه كاتب المقال إلى أن الوعد الذي قطعه الرئيس بايدن في حفل تنصيبه في أوائل العام الماضي حول مركزية حقوق الإنسان في جدول أعماله قد تلاشى، حيث أنه يواصل دعم ديكتاتوريي الشرق الأوسط دون أي اعتبار ملموس، خلافاً للخطاب الداعم لحقوق الإنسان والحريات المدنية والديمقراطية. وفي خبرنا اليوم، حيث تقرير عده ريتش هول قال فيه أن أساليب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا جربها في سوريا، فرغم الصدمة التي أبداها الغرب من غزوه لأوكرانيا إلا أنها كانت معروفة لدى السوريين، فعندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط من فبراير شعرت العواصم الغربية بالصدمة، أولا من الجرأة وثانيا من الوحشية، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت القوات الروسية بقصف المدن الأوكرانية للسيطرة على مناطق في شرق وشمال شرق البلاد، وسجلت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قتل أكثر من 3000 مدني في الشهر الأول طبعا من الحرب، معظمهم ماتوا جراء القصف المدفعي والصواريخ والغارات الجوية هناك. فلاديمير بوتين من شريك على المسرح العالمي إلى منبوذ في عيون الحكومات الأوروبية، وتحول الرأي العالمي بشأن روسيا في ليلة وضحاها. وبالنسبة للكثير من السوريين كان هناك حس بعادية الأحداث التي تتكشف أمام ناظرهم في أوكرانيا، فقد شاهدوا هذا النوع من الوحشية من قبل في بلدهم. وقال مدرس اللغة الإنجليزية في مدينة حلب عبد الكافي الحمدو: ما صدمني هي صدمة العالم، لماذا انصدموا؟ هل لأن البلد أوروبي؟ وأضاف: كانت سوريا مختبراً لكل هذه الأساليب واليوم يستخدمونها في أوكرانيا. وأكد الكاتب أن الكثير من السوريين تحدثوا على مدى الأشهر الماضية حول التشابه بين الأساليب الروسية في أوكرانيا والتدخل بسوريا منذ عام 2015، وتساءلوا عن فشل العالم باكتشاف المدى الذي تذهب فيه روسيا بوتين لاستعراض قوتها. وتدخلت روسيا في سوريا لدعم الدكتاتور بشار الأسد وأسهمت في كسر الجمود لصالحه عبر استخدام القوة الجوية المدمرة وفي كل أنحاء البلاد.
ووجدت المنظمة التي تحقق في الغارات الجوية على المدنيين إير وورز أن القصف الروسي أدى إلى مقتل ما يقارب 6398 مدنياً نتيجة الأعمال العسكرية الروسية خلال السنوات الست الماضية. امتلأت المساجد في أغلب الدول العربية بمئات الآلاف من المصلين مساء الأربعاء التماساً لليلة القدر المباركة مقابل 250,000 تماماً في المسجد الأقصى. تحدوا القيود الإسرائيلية لإحياء تلك السنة السنوية وأحياها 250,000 مصلٍ تقريباً ليلة القدر المباركة هذه في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، رغم إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على مدينة القدس المقدسة بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ووفق الوكالة اكتظت باحات ومصليات الأقصى بالمصلين الذين جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي 48 وممن تمكنوا من الوصول إلى الضفة. تحدوا قيود الاحتلال وحواجزه كافة لإحياء هذه الليلة المباركة ليلة القدر. وأضافت الوكالة نصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى ورفعوا العلم الفلسطيني عاليا وصدحت حناجرهم بالتكبيرات والهتافات للأقصى. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.